حد ممكن يتساءل الآن، الخطة الموضوعة الآن على الورق هو اجتياح الصهاينة لغزة. ما بقولش سر، الصهاينة قاب قوسين أو أدنى من اقتحام غزة، اقتحام عنيف بمعرفة ابن زايد وابن سلمان والسيسي، تنسيق كامل لغزة. السيسي يفتح البوابات فالبشر تتراجع تجري مع الاقتحام. نتيجة هذا الاجتياح وهذا الحصار أمر واقع. منذ أيام قليلة أكدنا أن صفقة القرن لن تتم إلا بقصف هستيري وعنيف سيحدث لغزة. لن تمر الصفقة إلا بمحاولة تركيع المقاومة والأحرار، وللأسف بدأت الإرهاصات قبيل ساعات من بداية الشهر الفضيل. الاحتلال الصهيوني بيقصف غزة منذ الأمس، ويرتقي نتيجة لهذا القصف 6 شهداء، منهم الطفلة صبا محمود أبو عرار 1 سنة و2 شهر، ولحقت بصبا أمها الحامل فلسطين صالح أحمد أبو عرار. فلسطين رحلت متأثرة بجراحة التي أصيبت بها جراء القصف نفسه، متأثرة برحيل طفلتها صبا قبلها بساعات، وخلفوا وراءهم صبا أمها أخت صبا المصابة بجراح متوسطة. القصف الصهيوني دمر مبنى وكالة الأناضول بالكامل. المقاومة ردت بزخات من الصواريخ على المستوطنات الصهيونية القريبة، أدت إلى إصابة 13، أحدهم إصابته خطيرة. لكن تزامن مع قصف الاحتلال الوحشي إن أمين عام رابطة العالم الإسلامي الشيخ السعودي محمد بن عبد الكريم العيسى بيعلن بفخر وسعادة أن وفد يهودي رسمي سيزور المملكة العربية السعودية للمرة الأولى في يناير 2019. ورافق هذا الإعلان عن الزيارة استنكار العيسى الشديد لمذابح الهولوكوست. لا يمكن إطلاقا إنكارها ولا التقليل من شأنها. أردنا أن نقول كلمة الحق تجاه هذه الجريمة النازية البشعة، وسنكون ضد أي فكر أو نظرية تنكر هذه الجريمة هي التي دفعتنا لهذه الزيارة. وسيكون وفد من الهولوكوست سيزورون المملكة بدعوة من رابطة العالم الإسلامي وباستضافة من رابطة العالم الإسلامي. قال لك بنقول ده من منطق الحق. طب استنكر يا أمين رابطة العالم الإسلامي بمنطق الحق مجازر الصهاينة، استنكر المذابح التي أداها وفعلها الصهاينة بالأمس البعيد والقريب واليوم. اخرس، الصهاينة ما بيعملوش مجازر ولا محتلين الأرض ولا مغتصبين الأقصى، ده الصهاينة مغتصبيننا ومغتصبينك أنت شخصيا كأمين رابطة العالم الإسلامي. اخرس، ما تقولش الكلام ده، الصهاينة حلوين. في 2017 في اليونسكو مندوب كوبا لقن مندوب الصهاينة درسا لا ينسى لما حب يتاجر بمذبحة الهولوكوست. Mr. Chairman, because UNESCO has taken upon itself to commemorate the Holocaust, and mainly because I stand here today as the representative of the Jewish state, I therefore request that this body stand with us in a minute of silence in solemn memory of the 6 million murdered Jews and all those who were killed by the Nazi animal or died fighting against it. Please stand with us. Thank you. The floor goes to Cuba. Gracias, señor presidente. Creo que solo el presidente es quien puede demandar y pedir un minuto de silencio. Creo que se está haciendo una interpretación incorrecta de esta decisión. Eso es inaceptable. Esto no es un circo político. Solo la presidencia puede pedir un minuto de silencio. Y en nombre y en respeto a eso también pido, señor presidente, con su indulgencia, que pidamos un minuto de silencio por todos los palestinos que han muerto a lo largo de estos años. Muchas gracias. كوبلا منها أمين رابطة العالم الإسلامي ولا بيحكمها خادم الحرمين، إنها الإنسانية يا سادة. العالم العربي والإسلامي المنبطحة زعماته لا يعلق على خصف غزة ولا سقوط شهداء، ده نعتبرهم شهداء أصلا. العربية وسكاي نيوز بيقولوا عليهم قتلة. والله العظيم يخاف زعماؤنا على كراسيهم المعجونة بالخيانة فلا يغضبون الصهاينة. ولكن إلى أهلنا في غزة وإلى المقاومين والصامدين، إلى عائلة أبو عرار رابح البيع، والذي نفسي بيده رابح البيع بإذن الله.
الله غالب.